إذا السلام عليكم. خبر مفجع، يعني كارثة قضائية وكارثة حقوقية اليوم في ظل هذا الوطن ديالنا الجريح. اليوم للأسف الحكم على المعتقل السياسي نور الدين العواج بواحد الحكم اللي يمكننا نقولوا أنه أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه حكم قاسي وقاسي جدا. كل إدانة لقضاء التعليمات، حكم يعني حرية التعبير هي، ونحن من صدرت في حقنا تلك الأحكام. راه هادشي اللي وقع راه لا يمكن تحمله. من سليمان العمر لنور الدين راه كاينة واحد الحملة ممنهجة لقتل الصحفيين والنشطاء بمدينة الدار البيضاء. يعني الحكم الصادر على نور الدين العواج ما كيعكسش الأجواء اللي كانت عليها المحاكمة لو كان عندنا قضاء نزيه وقضاء مستقل في المغرب. صراح نور الدين اليوم يعني صدمة ديال العائلة ديال نور الدين، ولحد الآن راه باقي ما بلغناش الأم ديالو ولا الأب ديالو يعني بهذا الحكم الكارثي. وباش تعطي لنور الدين العواج سنتين حبسا نافذا ولا سجنا نافذا، راه ماشي هو اللي هرب الثروات ديال الفلوس، ماشي هو اللي هرب الثروات ديال البلاد. والله زعما كان عندنا واحد الامال ملي شفنا الاجواء ديال المحاكمه وشفنا المرافعات ديال الدفاع وشفنا اي واحد الحاله كارثيه. انا نقول لكم صوره، يعني صوره 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 مباشره. انا يعني النشطاء، يعني نشطاء الدار البيضاء في حاله انهيار، حاله انهيار كاينه. كل ادانه لقضاء التعليمات، الحريه لنور الدين العواج. وتنقول لهذا النظام انتظر الرد، اما ساكتينش على هذا الحكم اللي حكمتي على نور الدين، غديونا للحبس كاملين، كلنا معتقلين. الحريه لنور الدين وكل ادانه لقضاء التعليمات. تحولتوا لنا الاجواء هنا قدام المحكمه الاجواء جنائزيه صاحبي. هادو الرفاق يعني اللي اكثر صلابه واكثر قوه، فما بالك بالام والاب. كل ادانه اقولها واكررها، كل ادانه لقضاء التعليمات، القضاء المسخر، القضاء الموجه، القضاء الذي لا يحترمنا كمغاربه او كمواطنين. نور الدين فقط عبر عن رايه، نتفقوا معه او نختلفوا معه، ماشي تعطيه عامين ديال الحبس، ماشي مجرم. واحد ناهب بالملايير متابعينه في حالة صراحة، واحد قال اللهم إن هذا منكر عطيو للناس حقات عطيو عامين ديال الحبس. راه قمة العبات، والله حتى قمة العبات. كان عندنا أمل أنه يكون عندنا قطع مع هاد القمع ديال الحريات وهاد الاعتقالات السياسية، ولكن للأسف النظام القمعي الديكتاتوري يحكم على نور الدين بسنتين سجنا نافذا، وكما حكم على عمر بست سنوات، وحكم على سليمان بخمس سنوات، وعلى ناصر بعشرين سنة، وعلى البداحي بثلاث سنوات ثم سنة. كنت كنتمنى أنه يكون فيكم شي رجل حكيم ويخرج البلاد من هذا المأزق، ولكن انتم كتزيدوا تورطوا نفوسكم وكتورطوا البلاد في هذه المجزره الحقوقيه اللي في المغرب. كتزيدوا تورطوا راسكم وتورطوا معاكم المغرب. نور الدين العواج تعطيه سنتين، ما هي ثلاث شهور، ما هي ثلاث شهور، ثلاث شهور بحال المواطن الامريكي اللي عنده نفس التهم، اللي هو شفيق العمراني اللي عنده نفس التهم اللي عند نور الدين العواج، ولا حيت هذاك مغربي. انا عارفين السوق ديال الناسيوناليتي المغربي طايحه بزاف، مساويه والو، كنشوفوا المغاربه مساوين والو، والمغاربه كاملين عارفين هاد القضيه هادي. كل ادانه او كرروها، كل ادانه القضاء التعليمات، القضاء المسخر، القضاء الموجه. انا حضرت الاجواء ديال الجلسه وكانت كلها تفيد يعني براءه نور الدين، واحتياطيا كان حكم غيكون حكم مخفف، ولكن ملي كتسمع سنتين ديال الحبس
راه كتعرف انه كاين القضاء ديال الالو. كل إدانة ثم كل إدانة، ما غاديش نطول عليكم. الحكم على المعتقل السياسي نور الدين العواج سنتين حبسا نافذا جريمة حقوقية ومجزرة قضائية في حق نور الدين العواج وفي حق جميع المعتقلين ديال الرأي. أنا عارف نور الدين العواج، نور الدين العواج يقدر يتلقاها بصدر رحب ويعتبرها ضريبة، ولكن حنا اعتبرناها كحكم قاسي وظالم جدا جدا جدا. ارفعوا أيديكم عنا ظالمين مجرمين، جيو شدوا نيتانا. الحرية لنور الدين، والحرية لنور الدين، والحرية للكلمة، والحرية للحرية. ولا عزاء للجلادين، ولا عزاء للجلادين. لكم يوم يا ظلمة.